بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بك شباب، معك محمد سلامه. هنكمل مع بعض سي سي ان ام 301. احنا النهارده هنتكلم على الان تي بي سيرفر. شباب، النتورك تايمينج بروتوكول. ايه القصه دي؟ القصه دي بكل بساطه حضرتك وانت بتسطب ويندوز او لينكس او وات ايفر، بيقول لك اختار اللوكيشن، مجرد ما تحط كايرو تلاقي الساعه بتاعت البلد بتاعتك اتظبطت. طب الكلام ده جه منين يا شباب؟ الكلام ده بيروح يسينك في الانترنت مع حاجه اسمها نتورك تايم سيرفر، تمام، او ال NTP سيرفر، نتورك تايم بروتوكول سيرفر. السيرفر ده بيكون عليه التايم زون بتاع كل اللوكيشنز اللي موجوده في العالم. فمجرد ما حضرتك بتتشوز اللوكيشن بتاعك، يروح يشيك اللوكيشن ده الساعه والوقت والتاريخ بتاعه كام، ويروح باعتهم لك. هي دي فكره التايم سيرفر. طب التايم في النتورك مهم جدا يا شباب، يعني خلينا نقول ان انت عندك سيرفر عليه ويندوز سيرفر عادي خالص، وعايز تجوين بي سي على السيرفر ده، عايز تدخل بي سي على الدومين كنترولر بتاعك، لو الوقت والتاريخ مش مظبوطين السيرفر عمره ما هيخليك تدخل. طيب حاجة تانية، لو الوقت والتاريخ مش مظبوطين على الجهاز عندك وحاولت تدخل على موقع زي جوجل ولا بتاع، يعني لو لقيت التاريخ رجع مثلا سنة ولا حاجة، هتلاقيه جاب لك برايفسي ايرور ومش عايز يدخلك على المواقع. فاذا الوقت والتاريخ في النتورك من اهم ما يمكن، لازم الشبكه بتاعتك كلها تبقى شغاله بنفس السينك تايمز علشان تتجنب المشاكل. طيب هنعمل الكلام ده ازاي يا شباب؟ القصه ببساطه ان انت هتحدد سيرفر في النتورك عندك يبقى ان تي بي سيرفر، تمام، والباقي هيبقوا كلاينت، تمام. الباقي هيبقوا كلاينت، يعني لو عندنا نتورك بسيطه زي دي، راوتر وسويتشين واصلين عليهم. احنا هنعمل اللاب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مش مكان، انا اسف، الراجل ده بورتين بس، شبكه زي كده، وعايزين الراجل ده يبقى هو الان تي بي سيرفر. احنا عندنا الاول ثلاث انواع، خلينا نشرحهم كده ببساطه. عندنا ان تي بي سيرفر، ده النوع الاولاني، تمام. والنوع الاولاني ده معناه ان الراوتر ده بيستخدم الكرنت تايم بتاعه، يبقى انا بظبط الوقت والتاريخ على الراوتر ده لوكالي، وهو بيستخدمهم وبيبعتهم لكل الكلاينت اللي حواليه، تمام. يبقى احنا كده نطلع بالنوع التاني اللي هو الان تي بي كلاينت. الان تي بي كلاينت هو الجهاز اللي هيستخدم نتورك تايمينج بروتوكول من السيرفر، مش هيستخدم اللوكال نتورك تايمينج بروتوكول بتاعه، تمام. طيب وفي نوع تالت اسمه سيرفر كلاينت. السيرفر كلاينت ده عباره عن ايه يا شباب؟ الراوتر السيرفر بتاعك بيروح يتصل بسورس وليكن على الانترنت، والسورس ده هو اللي بيزوده بالابديت. لو في حاجه اتغيرت على مستوى العالم او على مستوى التوقيتات، السيرفر ده بيبعتها لل السيرفر بتاعك اللوكالي، فبالتالي كده هو اصبح كلاينت بيستقبل ابديتس من سيرفر، واصبح في نفس الوقت سيرفر بيوزع لك الداتا بتاعتك. كل واحد من دول ليه طريقه بسيطه في الكونفيجريشن، هنعملها كلها في فيديو واحد. اتمنى ان الفكره تكون وصلت لك، درس بسيط جدا مفيش اي حاجه. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.